استراحة الظهيرة مع ياسمين قريشي. عجبك الجول يلي بالمركز الأول يلي أخذ نمبر 1؟ الجول تبع رقم 2 حلو كمان. شو هاليونس، صراحة مبدع. ننهي فقرتنا مع الأخبار المنوعة مشاهدينا بأخبار التكنولوجيا. سناب شات تطلق مكالمات الفيديو الجماعية. بلا سناب شات لسه في إلها عين تحكي بعد الابديت اللي حطتنا في تحت الامر الواقع، يعني اجبرتنا. وقديش في ناس زعلت وقديش في ناس تحولت للانستغرام عادي ولا غيرت الابديت، وما زال لهلا في ناس مش فاهمة مبدأ عمله. وأنا في ناس كتير ضايعة عندي، أنا عملت لهم فولو مش عارفون ألاقيهم، و يعني هيك ما بعرف ترتيب الأشياء هاي على الليست اللي على الشمال. هدول اللي هاي هدول لحالهم مصيبة، بحب أحكي لك هدول لحالهم مصيبة. اللي على اليمين هلا، يعني اللهم اجعلنا من أهل اليمين، لكن للأسف اللي على اليمين بسناب شات يعني مش خرج. أعلنت سناب شات عن إطلاق مكالمات الفيديو الجماعية والتي تتيح للمستخدم الدردشة مع 16 مستخدم آخر من أصدقائه في نفس الوقت، حيث سيتلقى جميع المدعوين إشعارا يدعوهم للانضمام إلى هذه الجلسة، جلسة وناسة. إذا بعد الضغط على زر دردشة الفيديو الجماعية يمكنك دعوة أصدقائك لبدء الدردشة بالفيديو أو عن طريق الصوت أو حتى عن طريق الرسائل. يمكنك أيضا استخدام العدسات للتعبير عن نفسك كما هو الحال مع بقية المنضمين للدردشة. أيضا أعلنت سناب شات عن إطلاق ميزة الإشارة اللي هي آت يعني إلى الأصدقاء، حيث بات بإمكانك عمل إشارة أو تاج لحساب صديقك في أي قصة مثل ما هو موجود في قصص إنستغرام. المزايا الجديدة ستبدأ بالوصول هذا الأسبوع لمستخدمين تطبيق سناب شات على أندرويد والآي أو أس. هيك اسمها عند هي تبعت الأبل هاي، صح؟ آي أو أس. يعني بتصير تعملوا هلا جروبات، يعني كأنه ناقصنا جروبات. يا الله شو في جروبات على الفيسبوك، وشو في جروبات على الواتساب، وكل ما بدنا نطلع رحله بيعملوا جروب رحله يوم الجمعه. طبعا هاي اختصاص صاحبي لإلي، جروب رحله يوم الجمعه. سبايا امتى نطلع؟ بتيجي يوم السبت ونحن لساتنا بنحكي برحله يوم الجمعه تبعت الجمعه يلي مضت. خلص الجروبات وخلص كولز وخلص فيديو كول وخلص يعني وهلا صار فيك. هلا مش اوقات نحن مثلا بننزل فيديو على سناب شات وبكون انا مثلا منزله صوره لشيء لتخسيس الوزن مثلا على سناب شات، وبدي اقول انه هاي معنيه. بدي اقول هاي معنيه لمحمد مثلا المخرج، فبعمل ات محمد جلال، فانت بتعرف انه. بس ما بعرف رح يجيك مثلا نوتيفيكيشن انه حدا حبيت. خلص بكفي أخبار منوعة، خلينا نروح لفقرتنا التفاعلية من بعد ما نسمع أغنية، ومن بعد الفاصل بنشوف أنتو كعراقيين شو الأكلة غير العراقية يلي بتحبوها. بالعادة محمد أنتو بالمطبخ العراقي بتعملوا طبخات مثلا، يعني خلينا نقول غير عراقية، بس هي دخلت مثلا خلينا نقول زمان زمان ايام جدود جدودنا مثلا، كيف احنا مثلا من ايام الاستعمار اوقات في طبخات بتحسها هيك على الطريقه التركيه مثلا. في كثير عندنا طبخات لانه نحن على الحدود مع الشام ومع فلسطين، في عندنا كثير طبخات سوريه بتنطبخ بالاردن، طبخات لبنانيه. ما بعرف انتم نفس الشيء، انتم بتعملوا طبخات غير مثلا مثل مقلوبه؟ يمكن مقلوبه مش عراقيه، صح؟ ماشي. بتعملوا منساف. حلو، ما هقيتها منك. ما هقيتها منك، بقولي بنعمل منسف اطيب من عندكم. طيب خلينا نروح بالايه. لانه المنسف سباجيتي والشله هاي كل الباستا. ايوه حبيت. طب خلينا نروح لهاي الاستراحه الغنائيه، ومن بعديها رح نحكي على الاكل كونه اليوم رح نجتمع على الغداء يا شباب. خلينا نروح لهاي الاستراحه.
وإلى فقرتنا التفاعلية. أهلا وسهلا فيكم عن جديد، ومنأخذ اتصالنا من أستاذ ياس. أهلا وسهلا أستاذ ياس. مرحبا. تفضل أستاذ ياس، عم تسمعني؟ أسمعك كل جديد، تسمعيني انتي؟ آه بسمعك كتير منيح، يلا تفضل. مرحبا في هذا اليوم الربيع الجميل. أهلا وسهلا فيك، في أحلى أحسن الربيع. حيث الأوراق في الحدائق والأزهار، وتحياتي لكل الكادر والأصدقاء. شكرا كثير لك أستاذ ياس، تفضل. والله أنا مريت بالأردن عام 2012، وطالما هو السؤال شو هي الأكلات غير العراقية اللي بتحبوها؟ وتناولت كباب في مطعم بالرويشد، وكان لذيذ جدا، ومعه المقبلات كونه من لحم الخراف الخالص. بس الكباب مش اردني. سكر طبيعي في عمان القديمه، واللي بتعملوه من عصير القصب السكر بماكينه للعصر. وكانت هذه الاكلات التي فضلتها مش عراقيه وتلذذت بها كثيرا. ووعدتيني ان تتكلمين عن موضوع المخدرات، ولو جلبت ضيف لكان يعني مختص لكان الموضوع ياخذ حقه لاهميته. خلاص رح نحكي عن موضوع المخدرات. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كثير أستاذ ياس. و إحنا بيعملوا عنا عصير قصب السكر أو هيك إشي، ما بعرف شو اسمه، قصب السكر بس بنشربه يعني، ما بعرف شو اسمه، فما بعرف إذا بتعملوه عندكم. بس نحن وصغار كنا هيك نمسك القصباية ويطلع منها، يا بيي شو كنا ناكل سكر وإحنا صغار. إسماعيل السامرائي أهلا وسهلا فيك. هو سؤالك لحلقة مبارح، بس أنا بعتذر، مبارح كان في عنا مشكلة على الاتصال وعلى الانترنت، يعني هي مشكلة كانت عندي أنا صراحة بالبيج إني ما عم بقدر أفتحها، فبدي أعتذر. اي فانا بدي اعتذر من هذا الموضوع. مجيد العراقي العباسي، شكرا كثير، انا بعدني ما شفت الفيديو، راح اشوفه. هو على ما يبدو يعني مضحك، فشكرا على النكته. وبقولنا صباحكم ارق من الندى، يا سلام، شكرا كثير لك. علي قلت لك انا، شكرا يا علي، يعطيك الف عافيه. صوفي بيقولولنا او بتقولنا بقول لنا بيقولوا ما بعرف انه السلام عليكم السلام، و بتمنى مشاركتك، اهلا وسهلا في. خلينا نروح نشوف شو مشاركاتكم وشو تعليقاتكم على موضوع حلقتنا لليوم. وعم تنزل التعليقات. ابو شهاب الراشدي بيقول انا عراقي وبحب لحمه بعجين سوري، تحياتي. هلا دقيقه، لحمة بعجين ام بلا سوري، اللي هي لحمة بعجين، وفي اشي نحن بنسميه يا الله، انا محمد، مش اللحمة بعجين، مصفحة، بس مش هيك احنا بنقولها، صفيحة. العرايس شيء تاني، هاي العرايس والصفيحة والهاي. صراحة إذا بدك تاكل اللحمة بعجين كلها من مطعم سوري، نحن عم ناكل عن جديد لحمة بعجين من مطعم عراقي مصلاوي تحديدا، كتير طيبة. بدنا نقول له شكرا لأنه كتير شبه أدمنا يعني، والله يكفيكم شرنا بس ندمن على مطعم. إخواننا العراقيين، ما هي الأكلة الغير عراقية اللي بتحبوها؟ الجزائريين اللي بيحضرونا على الصفحة، شو هي الأكلة غير الجزائرية المفضلة لديك؟ والأردنيين، ما هي الأكلة غير الأردنية المفضلة لديك؟ وما بننسى متابعينا من ليبيا، هيك نزل موضوعنا على الصفحة. شو ختام بعدني ما لحق دقيقة، محمد عمار يلا على السريع. محمد عمار الغنودي بيقول انا ليبي وبحب وبموت في المنسف الاردني، اهلا وسهلا فيك. مريم من الجزائر بتقول صباح الخير، في الاونه الاخيره غزت المطاعم السوريه الجزائر، اكلهم روعه، شاورما احلى شيء، والباذنجان المقلي والسلطه والكبه المقليه ما عجبتني، ليش؟ وذوقها غريب، اكل الجزائر التقليدي اكثر من رائع. مريم من الجزائر، شكرا. سامر الجنابي، السلام عليكم ست ياسموني، كتير صعب الدلع، لقيلي دلع آخر الله يرضى عليك. أنا عراقي وأحب لحمة بعجين. زيدون البلو بقول أن أنتي والمخرج شو أكلتكم المفضلة؟ أنا بحب كل الأكلات، أنا والمخرج بناكل كل إشي، بس إحنا عاملين رجيم هلأ أنا والمخرج، يعني ما بدي أحكي لك. صار لازم أختم وأترككم مع فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، وغدا إن شاء الله حلقة جديدة، وفي وليمة عم تستنانا، فعشان هيك يلا باي باي.